تخرجت من الولايات المتحدة من جامعة جورج تاون، وحصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وعدت إلى الكويت. المفارقة أن عودتك للكويت، المفترض أن المنطق يقول أن الخطوة ما بعد الحصول على الشهادة الجامعية هو الانخراط في سوق العمل، لكن شفيق الغبرة في ذلك الوقت قرر بدل أن ينخرط في سوق العمل قرر أن يذهب إلى العمل المسلح الثوري في لبنان. كلمني، لأن بكل تأكيد القرار هذا ما اتخذته أنت بعد عودتك للكويت، الفكرة كانت موجودة عندك بكل تأكيد قبل وكنت محضر لها، فكلمني منو اللي فاتحك في الموضوع وشنو اللي صار بالكويت؟ يعني فكرة الانضمام لهذا العمل فكرة هي بمخيلتي من أنا طفل. ليش ما بعرف، بس أنا من أنا طفل كانت تأتيني دائما الرغبة بعمل شيء للقضية الفلسطينية. وكما حكينا أنا تأتي وتذهب، فترات ابتعدت عن السياسي وفترات عدت بقوة إلى النشاط، خاصة مع يعني النضوج ومرحلة الأخيرة من الثانوية، آخر سنتين ثلاث سنوات وفترة الجامعة. هلأ ما بخبي على أنه أنا حتى وأنا بجورجتاون كانت تأتيني أفكار جنونية أن أترك الجامعة وأذهب وأقاتل. لحسن الحظ كان العقل يعود ويهديني بإني لا أقوم بهذه الخطوة قبل التخرج من الجامعة. فمن اللي فاتحك في أمريكا على الموضوع هذا؟ هلأ كل أصدقائي في محيطي، طبعا أنا ما أعلنت هذا الموضوع للجميع، لكن بعض الأصدقاء المحيطين اللي بالعمل كانوا بيعرفوا أنه أنا هذه هي نيتي. اللي هم منو الأصدقاء المحيطين؟ يعني كان مثلا الدكتور حاتم الحسيني رحمه الله يعرف هذا الكلام، ومرة من المرات في الانتخابات منظمة الطلبة العرب على أن أكون أنا عضو لجنة تنفيذية في منظمة الطلبة العرب، قلت له حاتم هذا بال74 أنت كنت رئيسها؟ ما كنت رئيس منظمة الطلبة العرب، على مستوى الولايات المتحدة. مش في جورج تاون؟ لا، على مستوى كل الولايات المتحدة، ويعني وصار الفرصة أني أترشح وعندي أصوات وقصة. طبعا أذكر الدكتور أحمد بشارة في ذلك الاجتماع منظمة الطلبة العرب، كان نشاط العربي مفتوح، فقلت له دكتور حاتم يعني يا صديقي أنا منظمة الطلبة العرب حتأخر بالتخرج، لأنه عادة اللي بيستلموا مناصب قيادية في العمل العربي تأخر تخرجهم سنة واثنين وثلاثة، وبعدين أنا أنت عارف أنا حلمي أن أذهب وأقوم بعمل جاد أكثر من هيك، فأعذرني لن أترشح لشيء. فأنا بالنسبة لي المجموعة الجروب، نعم، اللي كان معاك اللي هو نفس الجروب فتح خلينا نقول اللي كان في أمريكا، نعم، هو اللي كان يعلم بقضية أنك أنت بعض منهم، نعم بعض منهم ليس الجميع يعلم أنه أنا هذا قرارك، نعم. طبعا حتى بعض أصدقائي القريبين، بعض صديقاتي القريبين اللي أنا بشوفهم يوميا، يعني كان في لغة بيني وبينهم أنه نعم أنا سأذهب إلى مكان وستختفي آثاري وقد لا أرسل لكم ولا ترسلوا لي، لا أعرف ماذا سيقع معي، من حياة طبيعية إلى حياة. ما فكرت أنك أنت يعني خلينا نقول تروح تشتغل بس في المقابل نفس ما كنت تدرس، نعم، ويكون لك نشاط، صح، تعمل وأيضا يكون لك نشاط، أنت قررت، نعم، أنك ما تشتغل. نعم، هذا ما قاله لي والدي رحمه الله، وهذا ما قاله أيضا الشيخ صباح السالم، لأنه أنا لما أجيت للكويت وقلت لوالدي ماذا أريد أن أفعل، وطبعا يعني هو تضايق إنه هو يريد، هو يؤمن بالقضية الفلسطينية لكن لا يريد يعني أنا أذهب بهذا الاتجاه. فنعم اقترح هذه الأفكار وأخذني للشيخ صباح وصار نقاش. عيشت الجو أكثر في الجلسة اللي صارت مع الشيخ صباح السالم. الشيخ صباح يعني الوالد كان بيروح بتغدى مع الشيخ صباح رحمة الله عليه، يعني رجل متميز، راح وكان يروح عنده كل يوم جمعة تقريبا، يعني أنا بذكر سنوات طويلة يوم الجمعة الوالد مع الشيخ صباح، ففي مرات كثير بذهب معه.
وبالتالي معتاد أن أذهب معه، وبتكون يعني جلسة صغيرة جدا، يعني الوالد، الشيخ، صديق، صديقين مقربين، المجموعة لا تتجاوز 5 أشخاص. فقال لي الجمعة هاي ما تنشغل، تعال معي عند الوالد يقول لك. نعم، ما تشغل لي حالك وكذا، تعال معي عند الشيخ صباح. قلت له حاضر أنا باجي معك. ففعلا كنت لسه متخرج من الجامعة. مش بس هيك، أنا تخرجت من الجامعة ب3.5 سنين. الحافز عندي كان أني تخلص بسرعة وترجع والتحق. نعم. يعني بكالوريوس 3.5 سنين كيف تعملها؟ تأخذ كريدت أكتر، تدرس بالصيف، تجتهد أكتر. فأنا يعني المهم أخذني عند الشيخ، وكنا يعني 5 أشخاص بالحد الأقصى، ربما 6 أشخاص. الشيخ صباح طبعا، وأعتقد 5 مش أكتر، الوالد وأنا، ودار نقاش. والشيخ كان عم بيقول لي أنه طب أنت لا تشتغل وتستقر وإلى آخره، وهذه قضيتنا، وأنت شايف الكويت مفتوح العمل، مجال تعمل بالإعلام، بالمجالات واسعة، لكن يعني عم بثنيني عن الفكرة. لكن أنا بقيت متمسك فيها، متمسك، وما ما يعني ما قلت أمام الشيخ أنه أنا لن أقوم بها. قلت له أنا يعني راح أفكر، قلت له أنا سأفكر أكيد بما تقول. أنا بس أنت في قرارة نفسك، أنت ما أخذ قرار. لا، لكن أنا قلت له شيء آخر، قلت له يعني هذا طويل العمر، أنا سأذهب سأجرب، يمكن بعد 6 شهور أنا أرجع أقول لك لازم أروح، لازم أجرب، لازم أعيش هاي التجربة فترة. هذا كان شعوري، فأنا أخذت قرار أن أقاتل. فش كثر ظليت تقريبا بالكويت؟ يعني حتى أكون دقيق أكثر، يعني هلا أنت عم بترجعني لتلك الذكريات، لأنه عم نحكي عن أنا خلصت الجامعة بفبراير 1975. بس أنت في مارس رحت لبنان. فأنا نعم رحت إلى لبنان، خلصت الجامعة وذهبت إلى لبنان فورا، بقيت شي 10 أيام رتبت أموري إنه أنا سآتي قبل ما تجي الكويت. نعم، وبعدها رحت الكويت، لازم أعرف حالي وين رايح. كلمني عن 10 أيام الأولى هنا، إيش سويت؟ 10 أيام الأولى كانت يعني أهم ما فيها 10 أيام الأولى إني التقيت مرة تانية بالشباب الطلاب المثقفين اللي كانوا ايضا عم بيخلصوا من الجامعه، وتحدثنا مطولا مع اكثر من اصدقائي انه طب انتم شو عاملين الان، انتم هلا عم تتخرجوا؟ فكان جواب العديد منهم انه سنبقى وسننضم وسنحاول ان ننضم لمن، شنو الجهه؟ هم كلهم من فتح، هم كلهم هذا التنظيم طلابي لحركه فتح. مش بس هيك، اللي بدي اضيف لك اياه انه هناك وقعت انشقاقات كبيره في الحركة الوطنية اللبنانية، اللبنانيين سني وشيعة وموارني وأطراف مختلفة خاصة باليسار اللبناني، انشقاقات انضمت إلى حركة فتح وآمنت بالكفاح المسلح، وكان موقفها، وكانوا كلهم شباب جامعيين أو عم بيخلصوا. بس في حركة فتح هل كان في جهة يعني خلينا نقول هي مسؤولة عن الطلاب، الحركة الطلابية كلها؟ كانوا هو في نعم. أكيد في شخص على الأقل معين هو اللي مهتم في ملف الطلبة، صح التعبير؟ يعني كان الطلاب عندهم وضع غير مركزي، كان في عندهم اتحاد اسمه اتحاد الطلبة، وكان نائب رئيس الاتحاد شاب أنا تعرفت عليه اسمه سعد جرادات، ومن منطقة الخليل في فلسطين، من محيط منطقة الخليل، من قرية من قرى الخليل اسمها سعير. هذا شاب يعني كان نائب رئيس الاتحاد وصلب وعنده فكر، فأنا في بيني وبينه صداقة من المعسكر، من تجربة الطلبة والمواقع اللي كانت ب73 ثم معسكر 73 نهاية 73. فأنا تواصلت مع مجموعة، هو أحدهم. كان الحديث مع هؤلاء الشبان، كانوا بيمثلوا تيار، صار عندهم زي تيار، لأنه أنت عم تحكي عن حركة وليس حزب، حركة فتح ليس حزب، فيها تيارات سياسية. كنت أنا قريب جدا من تيار الطلبة، وتيار الطلبة كان معروف بهذا الاسم. نعم، تيار الطلبة، كان تيار الطلبة. نعم، وكان تيار الطلبة نزعته يسارية،
نزعته انه وكان عم بينضج بافكاره باطروحاته. كان عندهم كتابات، كان في قراءات، كانوا مثقفين، كان هذا التيار جامع لبناني وعراقي الى الان. ما كان المسمى معروف بالسريه الطلابيه. لا، هو تيار الطلابي راح يعمل السريه الطلابيه. طيب، فانت الحين 10 ايام التقيت مع بعض التقيت الاشخاص معهم، بعض معهم القيادات، وقررت انك انت لكن تروح الكويت وترجع لهم مره ثانيه. بالضبط. لكن يعني حتى اقول لك اكثر، انه لسه تيار الطلابي ما عنده، انه اتفقنا على المبدا واني انا ساعود وسنرتب شيء. فما كانت الامور نهائية، وكان في لقاءات مع آخرين يعني متنوعة ضمن حركة فتح، مين ما أنا بعرفه، كان في أحاديث بما في الدكتور نبيل شعت، بما في شخصية مصرية مهمة جدا، طبيب مصري نشأت بيني وبينه صداقة جميلة، رحمه الله، توفى من فترة قريبة، اللي هو أيضا واللي هو اسمه الدكتور محجوب عمر. محجوب عمر، نعم، هذا اسمه الحركي، هو نظمي رؤوف، هو قبطي مصري، انسجن بسجون الناصرية 10 سنوات، لكنه ما فقد القدرة على التحليل الموضوعي للوضع الناصري. يعني تشوف انت هاي النوعية من الناس. وجاء الى المقاومة الفلسطينية في عام 1968 مع معركة الكرامة، قبل اثناء ليكون طبيب للمقاتلين. هيك فكره فكر جيفاري، يعني هو جيفاري الاتجاه، بمعنى انه هو كطبيب يريد ان يناضل، لكن بنفس الوقت هو عنده فكر وقارئ وعنده نظريات وقبطي. قلت لي وقبطي، نعم، لكنه ملتزم بالقضية الفلسطينية. فأنا رحت له أيضا وصار حديث معه، فقال لي لما ترجع نبقى نتحدث ونتفاهم. فأنت هنا رجعت الكويت؟ رجعت الكويت. وما ظليت شهر تقريبا، خلينا نقول تقريبا. تعرف وأنا في لبنان وقعت حادثة اغتيال معروف سعد هاي الأيام، هذا بشهر، في العشرة أيام هذا، نعم، وقعت حادثة معروف سعد، الاغتيال معروف سعد. سعد هي بأواخر فبراير على الأغلب، ما بعتقد حتى بمارس، حادثة معروف سعد، فبراير مارس، شفت أنت لبنان يعني عم بيغلي، لأنه تم قنص معارض سلمي لبناني صيداوي، وهو عم بيقود مسيرة سلمية للدفاع عن حقوق الصيادين السمك في صيدا، قنص من جهة ما في السلطة في الجيش، اللي هم منو؟ يعني على الأغلب، الأغلب كتب عنها، إما يعني مرتبطة بالكتائب، إما مرتبطة بالأحرار، إما مرتبطة بجهة يمينية فاشية تريد أن تخلق صدام مع الحركة الوطنية، تجر المقاومة إلى الصدام. يعني الجو مشحون في لبنان. طيب، فتقول صار الحادث، حادث الاغتيال، هذا في الوقت اللي كنت موجود. أنا كنت موجود، يعني شفت لبنان، يعني شفت الغضب اللي قائم بلبنان، والرجل مات، ولكن هذا كان له تداعيات حنحكي عنها بعدين كيف أثرت. رجعت على الكويت، وبعدين بقيت مدة يعني ما تجاوزت، يعني يمكن بقيت لي شهرين. يعني بقيت انت رجعت الكويت في فبراير، نعم، بقيت وفي لبنان، نعم، انت في شهر مارس، نعم، لا، وعدت الى لبنان في شهر 4، في شهر 4 75، وكانت هذه البدايه. طبعا انت رجعت الان الى لبنان، وقررت انك انت ستنخرط في العمل العسكري، وكانت الفكره انك انت تروح الى لبنان تجرب العمل المسلح في لبنان لمدة أسابيع أشهر معدودة، وترجع الكويت، لكن استقر فيك المقام لمدة 6 سنوات في لبنان. كان شفيق الغبرة يحارب على الجبهة. طبعا احنا راح نتكلم عن تفاصيل الست سنوات هذه اللي كانت حافلة بالأحداث الكثيرة جدا. والمفارقة انك انت قبل اندلاع الحرب الأهلية في لبنان بأشهر بسيطة، انت رحت الى لبنان اللي اساسا كان يغلي، نتيجة يمكن احد يعني اوجه الغليان الحادثة اللي ذكرتها انت قبل شوي. لكن قبل ما نستعرض الأحداث اللي كلمني انت في البداية لما رحت، الان كان اكو تيار طلابي، هذا كيف صار بشكل سريع جدا، سرية طلابية، كيف ترتب العمل الآن؟ نعم، طبعا مع 14 أو 15 أربعة انفجرت الحرب الأهلية اللبنانية، وأنا هناك صارت حادثة الباص،
وبدأ الوضع يعني انفجر، وقامت المقاومة برد على مجزرة الباص، واستكفت المقاومة وخاصة حركة فتح برد محدود لكي لا تتطور الأمور أكثر مع الكتائب بالتحديد اللي عمل مجزرة الباص. الكتائب هم اللي عملوا المجزرة. نعم، مجزرة الباص في عين الرماني، مجزرة كانت مجموعة من الفلسطينيين، عائلات وشباب وأطفال ونساء عائدين من احتفالية بذكرى عملية استشهادية لعدد من المقاتلين صارت قبلها بعام لإحدى المنظمات الفلسطينية. يبدو كان في توتر في مركز الكتائب، أو يبدو في إيقاع، ما بنعرف يعني، في كتير قصص على هذه الحادثة. فالشباب اللي في مركز الكتائب في عين الرماني فتحوا النار على الباص، حرقوا الباص، قتلوا كل ما فيه. تأتي الأمور لحركة فتح، لياسر عرفات، لأبو إياد، لأبو جهاد، ماذا يفعلوا؟ الجو يتطلب الرد الاعتبار، وفي حلفاء وفي أطراف، يعني الوضع قابل للفلتان. فصار الرد استمر 10 أيام، وبعدين تم تهدئة الموقف. المعلومات اللي عندي أنه صار اتصالات مع الكتائب لتهدئة الموقف، وبالتالي هدي الموقف بعد 10 أيام تقريبا أو 12 يوم. المعلومات اللي عندك تقول؟ نعم، أكيد في اتصالات صار، بس أنت في النهاية هناك يعني كنت كل المعلومات طالب إلى الآن، مش مالك أي غير منظم؟ لا يعني كل الأجواء الطلابية، ما كانوا بس طلاب، هذول كان بعض منهم قيادات مهمة بالعمل السياسي، رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد، هذول كانوا بيشوفوا القيادات بشكل دائم. صار اتصالات مع الكتائب للتهدئة، الكتائب تقبلوا ذلك، صار تهدئة. طيب المشكلة ستقع أنه أكيد في تيار بالكتائب بده يفجر، أكيد في تيار بالأحرار بالجانب اليميني بده يفجر، بس في أيضا تيار لبناني كمان بيشعر أنه هو انغبن وأنه لابد أنه يتحرك بشكل أقوى للرد على الكتائب. اللي هو أي تيار تقصد؟ قيادة اليسار اللبناني، قيادة كمال جنبلاط، قيادة الحركة الوطنية اللبنانية، أخذت قرار انه لا يكفي هذا الرد. شيوعيين اليساريين، جورج حاوي، كلهم اخذوا قرار مشترك واعلنوا باجتماع مشهور تاريخ، بيقولوا انه لا تقف الاحداث هنا، لابد من تجريد الكتائب، واذا انا اذكر معهم الاحرار لكن الكتائب بالتحديد، لابد من تجريد الكتائب من السلاح ولابد من عزله كاملة. طيب انا بتكلم بعد شويه، يعني ابي يعني راح افرد مساحه اكبر دكتور في حواري معك في جزئيه الحرب الاهليه والمعسكرين اللي كانوا موجودين، بس انا ودي اركز اكثر الان على شفيق الغبره، وهو الان في مشهد اندلاع الحرب الاهليه. ومتى قرر الانضمام الى كتيبه نسور العقوب؟ صحيح، انا بديت ارى انه هون انا ما جيت لحرب اهليه، انا ما بدي اشارك بحرب اهليه، مش بس يعني ما بدي اتورط بهيك شيء. فرحت فورا، يعني تحدثت مع الطلاب والأخ، بس الطلاب ما كان عندهم وقتها لسه، ما كان في تشكيل متكامل. فأنا بالنسبة إلي رحت شفت محجوب عمر، الدكتور محجوب عمر، وشفت بالأول الدكتور نبيل شعت، إنه أنا هذا رايح باتجاه ما بحب أكون، يعني أنا ضايقني جو الحرب الأهلية، إنه هذا دفعني أذهب إلى مكان آخر. فرحت عند الدكتور نبيل شعت، قال لي ما في إلنا إلا الدكتور محجوب، هو يعني خبير القواعد العسكرية وخبير الجنوب ودائما موجود وإله محبين وبيعشقوا المقاتلين وإلى آخره. رحنا عند الدكتور محجوب، الدكتور محجوب فورا قال لي جهز حالك بكرة واختار اسم آخر. اختار لك أنت، أنت اختار اسم حركي، اختر جهاد، إيه، وسأخذك إلى مكان بعيد جدا عن كل هذا الضوضاء، وستعيش تجربة مع المقاومة بحقيقتها. هو كان ماسك منصب يعني قيادي، هو كان في فتح، إما الرجل الثاني أعتقد أو الأهم الشخصيات في مركز التخطيط اللي بناء عليه كانت كل الاستراتيجية لحركة فتح والاستراتيجية الفلسطينية تنبع منه، اللي كان يرأسه نبيل شعث. نعم. طيب قالك اختار اسم حركي،
فقال لي اختار اسم حركة. واخترت انت اسم جهاد. نعم. ورحت لقيته ثاني يوم وما تدري وين بتروح وما بعرف وين بدي اروح، واخذت معي اللي لازم اخده يعني ارتب اموري. و المهم انك انت تبتعد عن اجواء الحرب الاهليه، هذا كان هذا الهدف الحرب الاهليه. فانا اخذني وسارت السياره، وصلنا الى سفوح جبل الشيخ والى منطقه في جنوب لبنان هي ارض فتح، هي منطقه يعني امتداد منطقه العرقوب. و ارض فتح باي معنى؟ يعني اللي التسميه اللي الاسرائيليين بسموها كانوا ارض فتح من كثر ما فيها قتال وعمليات مسلحه كانت تضرب اسرائيل، وعمليات قاموا الاسرائيليين فيها، فالاسرائيليين ادبياتهم سموها ارض فتح، لكن هي المنطقه اللي قررتها الدوله اللبنانيه للمقاومه الفلسطينيه في اتفاق القاهره. منطقة كلها سفوح جبل الشيخ هي ميمنة الجيش السوري. من جهة أخرى بتشوف الإسرائيليين على عالي، من جهة أخرى منطقة جبلية وعرة وسهل، يعني منطقة امتداد من ما يعرف باسم رشي الوادي إلى رشي الفخار وكفر حمام، هذه منطقة كبيرة ويعني والخيام وكلها يعني. فأنا كنا عند منطقة اسمها اليابسة اللي أنا أخذني إلها، وأنا معه استنينا وين القائد الكتيبة الموجودة بالمنطقة، وإذا اسمها نسور العرقوب الكتيبة المسلحة اللي تستلم هذه المنطقة اسمها نسور العرقوب. وأنا انتظرت وإلا بيجي الشخص الأول المسؤول كان اسمه نعيم، طبعا أيضا اسم حركي، اسم حركي، شخص متميز، قائد بكل معنى الكلمة، وشخص ميداني، وطبعا منظره لما انت بتشوفه انا يعني بصفه بانه كان بتشوف شخص بتشوف بوجهه قمة القساوة، بس لما ابتسم ارتحت، كان قمة اللطافة. ونعيم كانوا بيعشقوا المقاتلين في كل مكان، وكان إنسان بيهتم بالمقاتل، بيهتم بالناس العاديين، بيهتم بالبشر، بيهتم بالآخرين، مقاتل مع المقاومة مع عرفات من 65. فهني معناته دكتور محجوب سلمك إلى نعيم. إلى نعيم. قال له في عندك. وتحدث مع نعيم وقال له شاب جاي من أمريكا، وطبعاً جاي من أمريكا بصير فيها مرات إنه هالشاب يعني بدنا ندير بالنا عليه، بس يعني بدنا نحميه كمان يعني. يعني انه انتبه عليه يعني شوي له ظروف يعني. طبعا انا ما بدي هذا، ما بدي معامله خاصه، ما بدي حدا يعرف مين انا، كمان ما بدي حدا يعطيني ظروف خاصه، بديش واسطه، جاي انا بدي امر بالتجربه من الصفر. فنعيم جلس معي وتحدثنا، تناقشنا، سالني عن امريكا، سالني عن الحياه، سالته انا عن الى اخره، وتحدثنا بعدين. والا بيجي شاب يعني عرفني عليه واللي هو قائد السرية اسمه محمد علي. ومحمد علي يعني أنا ما حكى كتير معي، بس سلم علي. هو مش القائد نعيم؟ نعيم قائد الكتيبة، جاني قائد السرية من منطقة. الكتيبة كم سرية فيها تقريبا؟ فيها 3-4 سرايا، هاي كلها كتيبة مقاتلين مشات نسور العرقوب، اسمها نسور العرقوب، كتيبة مقاتلة شاركت بحرب 73، شاركت ما في حرب ما شاركت فيها، ما في معركة، ما في مواجهة، ما في دورية، كتيبة جريئة. طيب. من المقاتلين الأساسيين. فإجا محمد علي. محمد علي يعني أنت تقول شاب هوليوودي يعني، كما أنا يعني شاب شديد الوسامة، رياضي ممشوق مقاتل. أنا وما قال لي إنه هو قائد السرية، كأنه هو اللي بيسوق يعني، ما بين شيء. فساق في السيارة، حكى معي كلمات قليلة، وبيسوق بطريقة معينة لأنه خوفا من أي غارة طيران، كما كان ممكن يروح بين أول يوم. فهو ما عرف نفسه أنه هو حين قائد السرية. لا ما بيعرفوا، كثير منهم ما بيعرفوا نفسهم، بس قالك نعيم فيش روح. هو نعيم قالك روح مع محمد علي، هذا شاب ممتاز وإلى آخره وبس. وطبعا هو ما عرف أنه هو قائد السرية. أنا مش عارف، فكرت أنه لسه حياخدوني عند قائد السرية ولا عند أحد يعني، وأنا ما رايح معهم. طيب. رايح معهم، فهو لوحده وبسوق أنه ممكن يصير غارة طيران يعني مثلا، فأنت منطقة واعرة، منطقة فلا فعلا لما دخلنا إلى الموقع، دخلنا إلى الخيمة وهو لسه عم بتصرف أنه هو يعني شاب مقاتل بسيط
وبعدين بعدها بديت أشوف أنه هو بوزع الكمائن الليلية، بوزع الدفاعات، المواقع كيف تتوزع إلى آخره. عرفت أنه هو قائد السرية، وبعدين دار نقاش بيني وبينه. أهم ما في النقاش بيني وبينه يعني أنه تناقشنا كتير وقضينا أيام نتناقش، وبعدين عمل لي دورة تدريبية بالفترة اللي أنا موجود فيها وحطني بتجارب يعني كانت تجربة. بس أنا حتى نستوضح المحطة هذه اللي هو ذهابك لنسور العقوب كانت قبل الدورة العسكرية اللي خذيتها الثانية في سوريا؟ نعم قبل قبل قبل. طيب. فأنا بهالحالة ما عندي خبرة، يعني ما فيك تقول عندي خبرة. فأنا هو عمل لي دورة، عمل لي دورة أسبوع مكثفة جدا وهلكني، يعني أنا المشي، التعب، الجبال، الوديان إلى آخره. طبعا هي طبعا فترة، وإحنا قاعد نتكلم عن سفوح الجبال ومنطقة نعم بعيدة نعم عن المدينة نعم. بس عيشني الجو شوية دكتور، طريقة المعيشة شلون كانت؟ المعيشة في خيم محفورة جيدا ومموهة جيدا بحيث الطيران ما يكشفها. المعيشة في خيم لكن مش كلها خيمة، عبارة عن سلاسل أحجار في مناطق زراعية، مناطق فيها أشجار أيضا، وتغطى بخيمة. والمنطقة منطقة قاسية يعني صعب يعيش فيها الإنسان، بس يعني المقاتلين كانوا عايشين فيها. هي بس هي مقاتلين، ما فيها سكان. ما فيها سكان، في سكان بعيد عنا كيلو أو 2 كيلو، اللي هي رشية، اللي هي في قرى، لكن إحنا كنا بمنطقة مفتوحة هي امتداد لجبل الشيخ، ما فيها بشر، ومنتشرة المقاتلين بكل هاي المواقع. لكن المنطقة يعني أنا المنطقة اللي أنا بعيش فيها، الخيمة اللي أنا بعيش فيها، بعيش معنا مئات بدون مبالغة من العقارب، يعني هي كلها هاي اليابسة وكر من العقارب والأفاعي. وبالتالي أنت بالخيمة يعني أنت بالليل بتسكر الإضاءة، طبعا أنت بتنام بملابسك كاملة وببوتك بكذا بكذا، ما في راحة، لأنه قد يقع شيء لازم تكون جاهز، وفي حراسات مكثفة، كمائن مكثفة. فأنت لكن أنت كمان بدك تنتبه إنه العقارب ما تأذيك، فهي منطقة مليئة بالعقارب. السلسلة أنت بتشيل أي سلسلة ورا رأسك اللي أنت بتنام عليه، شيل السلسلة بتطلع لك أربع عقارب خمس سلسلة عقارب. هاي العقارب بتمشي سلسلة لدو... قصدك السياج يعني اللي كان يعني أي سلسلة بأي معنى يعني؟ السلسلة بمعنى الحائط الزراعي اللي فيه أحجار زراعية، هيشيلوا كله عقارب ورا. فعمليا العقارب لما بيكون في ضوء بسيط ما بتشوف الا في اربع خمس عقارب عم بيمشوا على الارض. طبعا بالاول يعني تعرف يعني مش سهله لكن طب ما انا طلعت لقيت الشباب متاقلمين مع العقارب، طب يعني انا مش احسن منهم، ما اتاقلم مع العقارب. طب شو بصير يعني اذا قرصني احد العقارب؟ ولا شيء، بنجرحك وبنطلع كذا والاخير، وبين اي يوم والاخر بنقرص احد الشبان، بجرحوا بيطلعوا بياخذوه على المستوصف، بياخذ ابره وبمشي، وفي مستوصف مش بعيد. فبس الفكره يعني، فانت هلا لما بدك تنام بدك تشيل الفراش اللي هو على الارض وجدا سفنج بسيط، فبدك تشيل تتاكد ما في عقارب، بعدين تتاكد لما قبل ما تلبس، اذا انت شلت بوتك لما تلبس بوتك تتاكد ما تسلل عقرب له وما تسلت حي، لأنه ملاني حياة. مع الوقت أنت تأقلمت، لكن لما بتنام بتغطي نفسك 360 درجة بحيث أنه أنت نايم يعني إذا مشي إذا مشي فوقك أوكي، المهم أنت مغطى، مش توم تلاقي قاعد على وجهك. يعني هاي كل القصة، تأقلمت مع هذا. وبعدين الحياة كتير، ولا أسهل ما أنك أحياناً تهاجمك حية، ولا أسهل ما أنه أنت تمشي وتدعس على حية. طب إذا دعس على حية يعني، وكثير منها سام، إذا شفت الحية يعني مرة هاجمتني حية صدتها، صرت أصيدهم دائما معي عصاي لصيد الحياة، تعلمت منهم كل هذه القضايا. إذا أنا تأقلمت وتأقلمت بسرعة. شو قدر تقريبا ظليت هنا؟ عدت أقل من سنة. أقل من سنة وفترة جزء منها ذهبت إلى أقصى الجنوب، كنت بدورية على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية الفلسطينية اللبنانية، وصلت يعني شنو كانت رتبتك العسكرية؟ ولا شيء، مقاتل صفر فقط، ما في مقاتل، بسيط باشي، وكان قائد مجموعة رائع. تقريبا كم العدد كان السرية اللي أنت كنت فيها؟ السرية اللي أنا فيها لا تتجاوز 60،
60 لا تتجاوز 60 يعني تقريبا خلينا نقول الكتيبه كلها تقريبا فيها 14 الكتيبه كلها على بعض 200 تقريبا 200 ممكن توصل 300 نعم بهالحدود هاي كتيبة مقاتلين بس هؤلاء جماعة حرب عصابات وكل أربعة عندهم تنظيم وعندهم قدرة يتحركوا وعندهم قدرة على المناورة صارت عمليات في الفترة هذه بهاي الفترة لا كنت بدورية استطلاع على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية على الحدود على حدود فلسطين تماما وطبعا يعني بهاي الدورية لأنه أخذوني على موقع جدا متقدم وبقيت فيه أسبوعين وخلال الأسبوعين وقع الاختيار أنه أنا أشارك بدورية وأنا طبعا تحمست وشاركت بالدورية وطلعت معك دورية قصدك استطلاع استطلاع نعم ولكن نذهب إلى الحدود أمام المواقع الإسرائيلية بعيدة عنا 150 متر المواقع الإسرائيلية كشافات وأضوية وبالنهار رشاشات وإلى آخره لما تقول لي دورية بالضبط شنو كنت تسوي دورية متخفية بمعنى أنت ذاهب بكامل أجهزتك بكامل إمكانياتك بكامل متخفي بس الأسلحة متخفي بمعنى ما بيجوز يكشفوها الإسرائيليين إذا كشفوها الإسرائيليين تبات لا أقصد يعني هو باللبس اللبس عادي عسكري إلى آخره حسب طبيعة المنطقة ماء إلى الخضرة أنت بتذهب إلى منطقة فيها شوية شجر تتخفى تبقى أمام المواقع الإسرائيلية بقينا يوم يوم يومين أمام المواقع الإسرائيلية فقط مراقبة مراقبة وإلى آخره لشيء كان له تخطيط مش انا اللي حامل لكن كانت انت المطلوب منك فقط تروح تراقب فقط اراقب والى اخره لكن الـ 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 الفضيحه اللي حصلت انه احنا بيعطونا في مطارات المي وبما انه انا ما في خبره شربت المي باول ساعتين فقائد الدوريه قال لي هاي بتقعد معك 48 ساعه طبعا قلت له والله انا مش متعود صار يضحك قال لي طب نلاقي حل طب احنا ماشيين كنا نقع الاسرائيليين شو بيعملوا بيدخلوا بالاراضي اللبنانيه وبيعملوا كمان كنا ماشيين باتجاه كمين إسرائيلي واللي حسن الحظ قائد الدورية انتبه إنه في كمين إسرائيلي لأنه أحد أعضاء الكمين الإسرائيلي قرر يدخن سيجارة فالسيجارة بينت هل هو عملها عن قصد خوفا من إنه يشتبك أو لكن كنا مش بعاد أكثر من 150 متر عن أو 200 متر عن الكمين الإسرائيلي دخن سيجارة الأخ وإحنا انتبهنا وغيرنا طريقنا وصلنا إلى النقطة بس ما معنا مي فقرر قائد الدورية قال لي هلأ بجيب لك مي من المي اللي الإسرائيليين ممكن بيشربوا منها لأن هاي على قرية اسمها المجيدية أهلها تركوها وهجروا منها بعد حرب 67 الإسرائيلي يعني عند منطقة شبعة اللي الآن حزب الله بيحكي بطالب في هناك مخفر سوري قديم فإحنا عند هذه النقطة نزلنا أنا يعني كان يوم عاصف دخلنا إلى بلدة صغيرة فيها يعني ما أعرفش 100 بيت 150 بيت ما دخلنا إلى بلدة مهجورة وبقينا في أحد المنازل والأبواب تضرب والأصوات كلها مهجورة والشبابيك مكسرة وذهب هذا الشاب قائد الدورية وأتى بمياه من البير أصوات الإسرائيليين إحنا عم نسمعها على بعد 100 متر 150 متر وجاب وشربنا مي ونمنا وقمنا تاني يوم وإحنا راجعين كشفونا الإسرائيليين كشفوكم كشفونا شعروا انه في شيء غير طبيعي عم بيقع اما انه هم حاطين اجهزه صوتيه المهم شافوا في حركه وتعال قاعد احنا خلصنا المهمه احنا راجعين المفروض بدنا نرجع فبدنا نقطع سهل مش منطقه جبليه مكشوفه فيعني انا ركضت كنت يعني هون عمري ما ركضت بهاي السرعه طبعا هو قائد المجموعه كانه اركض وانبطح اركض وانبطح يعني الاضاءه الكشافات بتكون عليك انت ما بتتحرك ما بتبين له بيروح الكشاف عنك بتركض 100 متر بعدين بتنبطح بكون رجع الكشاف الى ان تجاوزنا منطقه الخطر هي كانت وطبعا يعني ما كانش معنا أكل فأكلنا كتير تين على الطريق من الأشجار وهو مش بيعرف الصبار الفاكهة ويأشرها وما تأذي إيديه شاطر بهالموضوع لأنه هاي صعب أنت تعملها وصار يأشرها ويعطينا إياها كان شاب فذ هذا قائد الدورية استشهد فيما بعد بأحد المعارك فأنت ظليت تقريبا خلينا نقول أقل من سنة يمكن هذا كان أبرز حدث خلال هذه الفترة تقريبا ولا هذا أبرز حدث بهاي الفترة أبرز. مع باقي ما باقي المسؤوليات الدوريات الحفر المراقبة طيب هني متى قررت أنك أنت تبي تلتحق مجددا في دورة عسكرية في سوريا نصور العرقوب بدها ترسل خيرة الشباب اللي عندها لدورة ضباط ولقوا أنه أنا بصلح لهالشغلة فأرسلت إلى الكلية العسكرية التابعة لحركة فتح اللي كان مقرها في دمشق في سوريا مش في دمشق خارج دمشق و
للتدريب، وبالفعل في دورة الضباط. فأنا يعني طبعاً بس عشان أدخل بهيك دورة، بس أنت من مقاتل إلى دورة الضباط؟ صح، يعني ما في، صح، مفترض أن في شيء، ما فيش، ما كانش فيه تراتبية معينة، ما ما في. هون دخل بالموضوع إنه هذا يعني دخل بالموضوع تقييمهم إلي خلال سنة أو خلال 10 شهور، ودخل بالموضوع الطريقة اللي أنا تصرفت فيها، ودخل يمكن تحصيلي العلمي أو الجامعي أو خلفية هذه الجامعي. الدورة هذه صارت في نهاية فترة وجودك في نسور العرقوب. في نسور العرقوب في النهاية، وهي ستبدأ في يعني بال75، نفس يعني أنا بدأت بالمجموعة العرقوب، خلينا نقول لو ذهبت بشهر 4 أو أواخر 4، دورة الضباط ستكون باتجاه نهاية العام. فتقريبا تظليت تقريبا 6-7 شهور تقريبا، شهور أو ما يقارب في نسور العرقوب، صح. لكن عشان أدخل دورة الضباط لابد من مقابلة. مقابلة شخصية طبعا. مع منو؟ مع الرجل الثاني في المقاومة الفلسطينية، أبو جهاد خليل الوزير، هو المسؤول العسكري الأول والأخير وأهم شخصية، وصانع أكبر العمليات وصانع الانتفاضات، وشخصية فذة كان أبو جهاد. هو وين كان موجود؟ كان موجود في كل لبنان، لكن عمل مقابلات لكل من سيقبل في الكلية العسكرية. معناته اللي تم ترشيحهم، فأنا ترشحت للمقابلة طبعًا. لا لا، أقصد العدد بكل تأكيد كان كبير وصغر، وتم اختيار مجموعة. مجموعة، وأنت تم اختيارك من المجموعة، اللي حظت بموافقة القيادة الفلسطينية المسؤولة عن التدريب العسكري بالتحديد، تحديدًا أبو جهاد. أبو جهاد، وبنضاف له أيضًا قائد العسكري الآخر اللي هو كان عقيد في وقتها، العقيد على ما أذكر العقيد سعد صايل. العقيد سعد صايل كان عقيد ربما أعلى من عقيد، يعني أنا ذاكرتي، لكن هو كان رئيس غرفة العمليات. يعني أبو، يعني عندك أنت أبو جهاد هو العسكري كلها قوات العاصفة، يعني أبو عمار هو، لكن عمليا أبو جهاد هو ماسك الجناح العسكري للمقاومة الفلسطينية كلها، ولكن معه وتحته مباشرة سعد صاير. فالاثنين عم بيقابلوني كانوا. يعني أبو جهاد قال لي طب أنت شو بدك، ليه بدك يعني حاول يثنيني على الفكرة. فأنا بيني وبين نفسي قلت معقول حدا حكي معه، أنه معقول في علاقة للأهل بالموضوع يعني يثنيني. فأنا قلت له يعني لما نعرف أنه أنا خريج جورج تاون، لما نعرف أنه أنا جاي من أمريكا، لما نعرف أنه أنا يعني عرف بعض التفاصيل، فهو يعني حاول يثنيني. فأنا قلت له بس أنا بدي أسأل. قال لي الحياة صعبة كتير رح تكون بهاي الدورة، هتكون متعبة. قلت له بس أنت مش درست جامعة وكنت بيوم من الأيام بظرف طبيعي، وبعدين صرت أشوف دخلت بهاي الحياة وتحملتها، شو اللي بخليك أنت قادر تتحمل؟ أنا مش قادر أتحمل. سكت، طلع فيه هيك وابتسم، عجبه الجواب. وسعد سائل يعني كمان، هو سعد سائل معروف عنه لا يبتسم لا يضحك، يعني دائما هذا، فعادي هو هيك سعد سائل. فسأل اللي أنت درست هاي، طب ليه ما تفكر تكمل؟ سعد سائل بحب قصة، دائما بنصح الناس يكملوا. قلت له بفكر، بس هلأ بعتقد دوري أني أنا أقدم وأواجه، وهذه قضية تعنينا جميعا، وإذا عشنا أكيد بفكر أكمل، ممكن أكمل. يعني دار هيك حوار، بس يعني أبرز ما في الحوار أنه إذا أنتوا تحملتوا شو بيخليكم أنتوا غير يعني، وأنا بتحمل. شو ظل اللقاء هذا تقريبا؟ ما طول 10 دقائق تمت الموافقة عليك في قدامك يعني، ولا لا؟ طلعت انتظرت برا، وبعدها إجا الموافقة. كان في أعداد كبيرة موجودة؟ كان في أعداد كبيرة كلها عم بتقابل. تمت الموافقة عليك ثم؟ بعدين خلص المفروض أني أنا أغادر وأدخل بالدورة، وهذا ما فعلته خلال يعني كان في مدة يمكن 10 أيام. تجهز حالك وتروح؟ أجهز نفسي وأذهب. لكن خليني أذكر حادثة، لأنه أنا لما كنت أطلع من نسور العرقوب إجازات
بشهر 5 و6 و7 و8 و9 مشيك. أنا كنت أبقى شهر بعدين أنزل أسبوع إجازة، تنزل إلى بيروت، إلى بيروت وين أبقى مع الطلبة. طيب. يعني محمد علي مع مين صديق أيضا كمان كان صديق للطلبة. في مرة من المرات أنا ببيروت وإذا بيجيني خبر أنه هناك هجوم للكتائب على مواقع لمنطقة اسمها راس النبع البرجاوي، وهي منطقة مسلمة في بيروت الغربية، وأنه هناك عدد من الطلبة اللي هون بدأت السرية الطلابية تتكون. دائما أي تشكيل بيطلع، أنت عندك طلاب صح؟ انفجرت حرب أهلية مظبوط؟ طيب انفجرت الحين في مارس، أنا ذهبت أو بعيدا في أبريل يمكن انفجرت في أبريل، لكن في مايو وفي حزيران وفي كل شوي في وقف إطلاق النار وكل شوي ينهار إطلاق النار. بغض النظر أنت مع الحرب ولا ضد الحرب، كانوا مقسومين الناس، وكان في أغلب الطلاب كانوا مش مع الحرب أبدا، ولكن أنت لن تقبل أنه يدخلوا على منطقة ويقتلوا الناس اللي فيها. أنت ضد الحرب بس أنت مع حماية المدنيين في منطقتك. لا بس أنا هنا عشان لا تجاوز نقطة أن هي السرية متى شكلت، متى تم الإعلان عنها، كانت هي حركة. إذن في حالة، في تشكيل طلابي، وفي تشكيل طلابي عم بيصير عنده خبرة مسلحة. طيب. وهذا التشكيل الطلابي قرر يدافع عن بعض المناطق، دافع عن منطقة، عن منطقة قريبة على مخيم برج البراجني ومنطقة برج البراجني أمام أي تقدم. يعني صار في خوف أنه 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 الكتائب يتقدم ومعه أطراف ربما من الجيش اللبناني ومعه الأحرار ومعه تيارة، فصار في خوف أنه هذا الموضوع يصير فيه أكثر دماء، فكان في موقف دفاعي. البرجاوي كان أحد هذه المواقع، ولكن وتصادف وجود يعني الحادثة هذه أثناء ما كنت أنت في بيروت، ولكن بذلك الوقت كانت السرية الطلابية كان طلع قرار فيها، بمعنى أن أخذ قرار بأنه تتحول إلى تشكيل منظم، وعين شاب اسمه سعد، هو نائب رئيس الاتحاد العام سعد جردات، نعم، لطلبة فلسطين، الرئيس الأول القائد الأول للسرية الطلابية. فقرار تشكيل السرية أو الإعلان عنها بشكل رسمي طبعا هو طلع من فتح، واعتبرت نعم تابع لفتح ولميليشيا فتح، لأنه فتح عنده ميليشيا